فضيلة الشيخ، بعض الناس يصلي معنا التراويح ولكنه قبل الشفع والوتر يخرج ويترك الشفع والوتر. هذا خلاف السنة، قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لأنه كان يريد تمام الأجر من الله عز وجل. وإن كان يريد أنه يقوم آخر الليل يقوم، ولو بعد ما أوتر مع الإمام يقوم، ولا يكفي ولا يكرر الوتر مرة ثانية، يكفي الوتر الأول. يعني بعض الناس قد يترك الإمام يقول: أنا عندي صلاة في آخر الليل، نعم، أخلي الوتر آخر الليل. هذا خلاف الأفضل، الأفضل أنه يكون مع الإمام حتى ينصرف ويوتر مع الإمام، وإذا قام آخر الليل ما يحتاج إلى وتر آخر. نعم.